ثمن رئيس مجلس قضاء سامراء عمر محمد أن زيارة النائب عمار اليوسف إيجابية، وأن الحديث جرى حول التخصيصات المالية للمدينة وعدة ملفات كالتربية والزراعة وغيرها. نعم، الحمد لله، هي أساسا زيارة موفقة، كون السيد النائب يحتل في مجلس النواب مركز جيد وفيه إن شاء الله دعم لمدينته ولمحافظته ولقضاء سامراء. تم طرح كثير من النقاط التي تهم المواطن والموجودة في سامراء، هناك مشاريع خدمية، هناك تخصيصات أيضا اللي هي لمدينة سامراء خصوصا من محافظة صلاح الدين، هناك ملفات تخص التربية، هناك ملفات تخص الزراعة. حقيقة كل اللي تم طرحه وتداوله معنا اليوم من قبل السيد النائب عمار اليوسف جميعها تصب في مصلحة المدينة وفي مصلحة المواطن. نأمل إن شاء الله هذه الزيارة هي الأولى وإن شاء الله تكون موفقة، وحقيقة نحن كمجلس نقيم هذه الزيارة أنه إيجابية 100%، وسيتم متابعة كثير من الأمور التي تخص المدينة وتخص الجوانب الخدمية.